انا بفضل موت بالبحر، بفضل ياكلني السمك، بفضل اني اهرب من هذا البلد ولا اعيش تحت رحمتهم. حكى بعض الاشخاص المهاربين معنا انه في رحله على قبرص، قبرص فاتحه لجوء، عم تقبل شباب، يوميات منيحه، اشغال منيح، امان، بلد محترم حاله. قررت اني اطلع برات البلد، يعني الصراحه بطريقه غير شرعيه، لانه ما بقينا عايش بهذا البلد يعني ابدا ابدا. مشينا شي الساعه 12 ونص بالليل من هون، تاني يوم شي الساعه 12 الظهر او 1 الظهر كانت مقطوعه العباره بالمياه الاقليميه، كنا مخلصين ميزوت على الاخير. كانت طريقنا كلياتها غلط اجمالا، عطينا الطريق غلط، عطينا الاتجاهات غلط. ضلينا شي 8 ايام موجودين هنيك، صارت حاله يائسان كثير قويه، اكل ما معنا، شرب ما معنا، تليفونات ما معنا. يعني مات معنا اول يوم طفل، ثاني يوم مات معنا طفل، ثالث يوم مات معنا شاب هندي، رابع يوم بلشت العالم على الاكتئاب اللي هن موجودين فيه وعلى حاله الياس اللي صارت معنا، اضطروا ان يكبوا حالهم بقلب المي. ضليت تقريبا شي يومين ونص بقلب المي عم بسبح، ضيعت العباره اللي نزلت عنها، صار ياكلني السمك بالليل، صرت اكل صقعات كهربائيه من القناديل. قطعت اول ليله، ثاني يوم كمان كذلك الامر، ضليت عم بسبح، ضليت عم غير اتجاهاتي يمين شمال هيك هيك، كمان ما كنت لاقي اي امل. حتى ثالث يوم اول ما عم تطلع الشمس قلت لازم ارجع العباره اللي نزلت منها، لانه صار لي يومين بقلب المي ويومين مش عم لاقي اي امل اني اقدر ساعد هالناس الموجوده. انا وراجع بسمع صوت كثير قوي جاي من وراي، عم بلتفت هيك لوراي لقيت باخره بارجه كبيره مكتوب عليها يو ان، صفرت لهم بقلب المي، انا بقلب المي صرخت عيطت هويت لهم انتبهوا لي. ما في دقيقتين بتيجي علي زودياك صغير اللي بيجي نفخ بقلبه ناس مختصين بهالامور هيدا، وصلوا لحدي طلعوني حطوني بقلبه وسحبنا على البرجه. قلت لهم انا معي عباره موجود علي اكثر من 30 40 شخص وهي موجوده هون بالمياه الاقليميه، حددوا الموقع تبعهم لقوهم حطوهم معهم واخذوهم على بور بيروت، وصلوهم على بور بيروت. إذا ما في عندهم أوادم بهالدولة يروحوا يهجروا. لا، جمهورية لبنان بيطلع بيقول اللي مش عاجبه يفل من البلد يهاجر. في رئيس بيحكي مع شعبه هيك؟ خيي أنا ما بدي أعيش تحت رحمتك، أنا ماني ناطرك لتعطيني آخر الشهر كرتونة مونة أو 100,000 أو 100 دولار، أنا ما بدي هالشغلة، أنا بدي أعيش بكرامتي، أنا بدي لاقي شغل بكرامتي أعيش فيه، ليش أنا ما بحق لي أتوظف وظائف بتخص سلك الدولة؟ إنه أكيد برجع أفكر فل من هيدا البلد، لأنه لورا 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 هيدا البلد، هيدا البلد لورا لورا. يعني هلا صار بطريقه غير شرعيه، حتى لو بطريقه غير شرعيه ما عندي اي مشكله، بس اكيد هالمره حتكون مع ناس موثوقه منه 100% اكثر من هيك. اما قادرين الحيوان برا اكثر من الانسان هون بلبنان؟ لك لا، بعيش برا بس بوصل لبرا بحرق الهويه اللبنانيه خلص خلصت، يا ريتني ما كنت لبناني.